بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقات برنامجكم لومة عيش. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر كلها بشعبها بجيشها بشرطتها بناسها بارضها طيبه. كل سنه والامه الاسلاميه والامه العربيه طيبه بمناسبه المولد النبوي الشريف، مولد الرسول الكريم محمد خاتم المرسلين وخير خلق الله وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول من يدخل الجنة، هو الشفيع المشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة الرسول واسقنا من حوضه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اجعلنا من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. فعلا الحلاوة، حلاوة المولد هي عادة فاطمية والناس جبرت عليها خلاص. بقى موسم، أهي مصانع بتشتغل، محلات بتشتغل، ناس بتشتغل، أهو ناس بتاكل عيش، ناس بترزق، بيبيع وبيشتري ماشي. بس بقت مناسبة بتضغط على البيوت، تضغط على الناس. قلت عشان تجيب علبة حلاوة النهاردة لعيالك، لو واحد عنده 3-4 عيال وامهم يعني 5-6 انفار، عشان يروح يجيب كيلو الحلاوة، كيلو الحلاوة السوبر ستارز يعني الهاي، يعني الهاي كواليتي، الحاجة الفخيمة يعني زي ما بيقولوا كده، وصلت 400 جنيه. طيب انا لسه الاعداد بيقول لي لا ده انت متأخر قوي، ده انت راجل يعني على قدك، ده انت بلدي 400 جنيه بس، ده فيه كام الحلاوة، حلاوة المولد، هو بيتكلم عن حلاوة المولد، العلبة 4200، وتسمع بقى يحطوا لك في صندوق علبة مذهبة قفص، يعني حاجة شيك كده، كرتونة شيك، علبة مش عارف ايه، يتفننوا بقى الحلاوة كده. طب ما تخلينا في 400 جنيه، طب هو لو 400 جنيه لو هجيب 2 كيلو حلاوة ب 800 جنيه، طب وانا مرتبي كام عشان اجيب كيلو الحلاوة؟ طب يا جماعة ما بلاها حلاوة برضو، مش الناس قال لك بلاها قوطة وبلاها بطاطس؟ طب ما بلاها حلاوة. هو المولد ما كنتش اجيب الحلاوة، علبة الحلاوة دي؟ ده في ناس بقى ما بتجيبش لنفسها بس، ده بتجيب لعيالها واحفادها وبتاع. وبعدين ايه، في الفلاحين والارياف والصعيد الموسم، حاجه اسمها الموسم كده، المواسم دي والاعياد دي، فالعيله بتودي لبنتها، كل واحده تجوز بنتها كده تقوم تودي لها الموسم، تودي لها الزواده، تبقى عليها ذكر البط. انا الكلام ده هيعجب اهلنا بقى الفلاحين، تبقى عليها ذكر بط، تاخد لها جوزين فراخ، تاخد لها الايه، تعمل لها اكل وتودي لها علبه الحلاوه. طب هي علبه الحلاوه بكام؟ طب واللي عنده 4 عيال؟ طب واللي خلفته بنات بقى؟ ما هو ربنا اللي بيجيب، يهب لمن يشاء الذكور ومن يشاء الاناث ويجعل من يشاء عقيم، ده بتاع ربنا. اللي عنده بقى 3-4 عيال بنات ومجوزهم وراجل على قد حاله، يا اما فلاح على قد حاله يا اما موظف على قد حاله، عشان يجيب علبة حلاوة لكل واحدة من دول ويودي لها الموسم، يبقى مش عارف. ربنا عداها الأخير، وكل سنة طيبين وربنا عداها الأخير. احنا بقى يعني وبقول لك في حلاوة 50-60 جنيه وب40 جنيه وبتاع، بس الحلاوة دي في الشارع مش مأمونة، لأنه نسبة الغشر والتدليس وعدم الأمان في الحلاوة المطروحة. واعتقد ان وزارة التموين وشرطة التموين والحملات اللي جات الفترة اللي فاتت ضبطت اطنان من الحلويات الفاسدة ومصانع الحلويات الفاسدة، لانه انت الراجل عايز علبة حلوة وخلاص رخيصة بقى، هو هيروح يجيب من الفايف ستارز يعني، فتمام. فيعني لكن احنا لما نحتفل بمولد الرسول عليه السلام، يهمنا اخلاق الرسول العظماء 100 وعلى رأسهم محمد، العظماء 100
وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كات كتاب من أهم الكتب القرن العشرين، وكتبه كاتب عالمي ومؤرخ عالمي اسمه مايكل هارت، تكلم عن عظماء في العالم على مستوى العالم، قال إن هم 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. استطاع حتى الآن أن يصل بالدين الخاتم. يبقى عندي أنا عندي كم مسلم على مستوى العالم؟ 2 مليار مسلم دلوقتي يا جماعة، 2 مليار مسلم تقريبا، عندي 2 مليار مسلم على مستوى العالم. الدين الإسلامي هو الدين للزمان، لصالح للزمان والمكان. ملناش دعوة باللي بيشوهوا الدين، ملناش دعوة بالأفكار المتطرفة والدواعش والإرهابيين وغيرهم. هؤلاء لا يمتون إلى الإسلام بصلة، هم يستخدمون الإسلام وشعارات الإسلام كستار لعملياتهم الإرهابية والإجرامية على مستوى العالم. الإسلام منهم بريء، ومحمد صلى الله عليه وسلم منهم بريء، والأمة الإسلامية منهم بريئة، ونحن منهم بريئون. احنا بريئون من هؤلاء، احنا ما نعرفهمش، ما لناش علاقة بيهم، ولا نشرف بأن ينتموا إلينا ولا ننتمي إليهم. هم بعيدون عن الإسلام، وما يفعلونه بعيد عن الإسلام تماما، ولا علاقة للإسلام بهم. الله منهم ورسوله بريء. ربنا يسلم ويحفظ البلد. الرسول بقى نيجي لما نيجي نتكلم على الاحتفال على المولد النبوي الشريف، نحتفل بأخلاق الرسول. لما سئلت عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاها عن خلق الرسول، قالت كان خلقه القرآن، قرآنا يمشي على الأرض. تكلم على الرسول، احنا نقتدي بأخلاق الرسول. والدين يا جماعة مش الصلاة والصوم والجلابية القصيرة والدقن الطويلة والبتاع واللحية والبتاع، ده مش الدين. والدين انك تعمل كده آيات قرآنية وتطلع على الفيس وتعزي فلان وتعمل فلان وتآيات وتستشهد وبتاع. الدين المعاملة، الدين المعاملة. احنا فاكرين مقولة الإمام محمد عبده يعني قائد المحدثين لما راح الغرب، لما راح فرنسا، قال وجدت مسلمين بدون إسلام، ولما جئت إلى مصر وجدت إسلاما بغير مسلمين. الناس هناك مش مسلمين، بس معاملتهم وأخلاقهم هي أخلاق الإسلام، وعلى العكس. فإحنا لا بد أن نتحلى بأخلاق الإسلام، الأمانة والصدق. يا جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الأيام لما هذه الأيام يصدق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث الرويبضة، معلش استحملوني شوي، الرويبضة. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الرويبضة رسول الله، قال يأتي زمان على أمتي يخون فيها الأمين، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الأمين. أيام الصادق هي أيام الخداعات. أنا أقول فيما معنى الحديث، أنا الحديث طويل فأنا مش عايز أجيبه كله. والقابض على دينه كالقابض على جمر. احنا بنتكلم على الدين المعاملة يا جماعة، ما احنا بنتكلم على الدين المعاملة. ما مصر بتخوض حربا على الإرهابي نيابة عن العالم والبشرية كلها، وبندفع الثمن وبندفع الفاتورة. ما دي الحرب يا جماعة اللي هم بيتخذوا من الدين الإسلامي شعارا لهم. فالأخلاق اللي أنا بتكلم عنه المعاملة، كثرت شهادة الزور، كثر النفاق. النفاق بقى رخيص قوي في المؤسسات والجهات الحكومية. أنت بتنافق عليا يا ابني، بتشهد زور ليه؟ شهادة الزور، شهادة الزور يا جماعة، شهادة الزور بتشهد عشان هيديك مكافأة، هيديك حافز،
هيديك ترقيه؟ كلنا زائلون. طب هتقول ايه لربنا؟ هتقول ايه لربنا يا اخي؟ يا اخي يا اخي اتقي الله. تسمع شهاده الزور كترت قوي. النفاق 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 اللي هو بقى النفاق الرخيص اللي ملوش تمن. ناس تتطوع كده تنافق. طب على ايه؟ ما انت مش هتاخد حاجه، والله ما هتاخد حاجه ولا في ايده حاجه. ده كلنا كلنا بنضرب. طب ما نشتغل بقى العمل بقى يا جماعه، نشتغل بقى. طيب دي الاخلاق اللي بنتكلم عنها، الاخلاق السيئه اللي انتشرت في المجتمع. لا بلاش منها، يعني نقتدي بالرسول بقى. اديني المعامله يا جماعه، اديني المعامله يا جماعه. واللي بياخد الروح ربنا، المحيي والمميت ربنا، واللي بيرزق ربنا. يعني احنا ده يعني بالمناسبه نبتعد عن الاخلاق السيئه ونقتدي برسول الله ومعاملاته. كنا نشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعامل الصحابه ازاي، وكيف كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي به في ايامه في مولده الشريف اللي هو هيبقى بعد بكره ان شاء الله يوم الاثنين. ستحتفل مصر والامه العربيه والامه الاسلاميه بمولد النبي الشريف. قبل ما اخش على مجموعه الاخبار، الزملاء بتكلم معاهم زملائي في الاعداد كده ادوني جرعه كابه، وانا بطبيعتي حتى لو انا مكتئب ببقى متفائل، يعني ببقى احاول متفائل. ليه بقى؟ لان انا لو ما تفائلتش وما كانش عندي امل في الاصلاح وامل في التغيير وامل ان ربنا هيكرمنا ويصلح الحال ويعديها على خير ان شاء الله، مش هخرج من البيت. احنا كلنا لو ما عندناش عندنا امل كده مش هنطلع على باب الله الصبح كده نجري على لقمه العيش. هو كله بيطلع على لقمه العيش يجري ليه؟ املا في ربنا، رجاء في ربنا، ربنا يكرمه ويرزقه ويصلح حاله، والمتعسر ربنا يفك عسرته ويفك، والمتضايق ربنا يفك ضيقته ويفك كربه. كلنا بيبقى عندنا امل في ربنا، امل ان بكره يبقى احسن، النهارده يبقى احسن من امبارح، وبكره يبقى احسن من النهارده، وهكذا. لو مفيش امل عندنا مش هنتحرك، مش هنقعد بقى، مش عايزين نقعد نولول ونسود الدنيا ونسودها. لو سودنا الدنيا كده والدنيا بقت سواد واسودت في وشنا، مش هنخرج على اكل عيشنا يا جماعه. دي بلدنا، احنا مش هنسيب البلد، مش هنرحل من البلد، مش هنمشي من البلد. هنشتغل وهنتحمل. اللي عايز تمشي امشي يعني، بس انا مش همشي، انا قاعد هروح فين؟ مش هنمشي ونسيب بلدنا، هنتحمل هنشتغل هنروح فين؟ وربنا كبير، بس يعني ربنا معانا ويد الله مع الجماعه. انا بس في ثلاث حاجات كده حصلت اليوم اللي فاتت دي، عادت من جديد او ارتفعت، بلاش عادت اللي هي موجوده، ارتفعت من جديد وتيره السرقه بالاكراه. انا طبعا بشد على ايد الشرطه عشان ما حدش يفهمني غلط، ها ما حدش يفهمني غلط. الشرطه شايله ومتحمله وبتدفع ثمن من ولادها الشرفاء ودمهم في الحرب على الارهاب. محدش ينكر في بر المحروسه كلها وبر مصر كلها مساحه الامن والامان اللي اتحققت في الشارع المصري مقارنه بايام السوداء اللي كنا فيها من 2013 و2012 بقى و2011، وكنا بنشوف كنا احنا بنروح نوصل البيوت، ما كانش فيه شرطه بقى، ما كانش فيه بلد. ده دلوقتي انت بتمشي في نص الليل، ابنك بنتك بترجع تروح الدرس ولا تروح المدرسه ولا تروح الكليه وترجع. دلوقتي مساحه الامان فعلا، لا الامن تحسن في الشارع المصري، وانا بتكلم انا قاعي تماما، المواطن اللي شايفني دلوقتي تمام. لكن يا جماعه السرقات بالاقراه عادت من جديد، وخاصه في الفلاحين. يعني انا من قريه من قرى المنوفيه اسمع ان رجعوا تاني المطاريد اللي بيقولوا عليهم المطاريد، يخشوا بالسلاح، يخشوا على الزريبة المواشي على البهايم، الراجل لو موجود يثبتوه بالسلاح، يخش يحملوا البهايم في العربيات ويطلعوا. طب الراجل لو اعترض هيموتوا،
هيمشوا يموتوا خلاص. فيعمل ايه الراجل من دول حتى لو موجود؟ هو اللي بيحل لهم لا مؤاخذه البهايم ويركب يومهم. ده لو طلب عيل من العيال ولا طلب حد هيقولوا له اركب خد، المهم ينجي. طبعا دي حالات فرديه يا جماعه، بس حالات السرقه بهذه الطريقه، لان الفلاح الغلبان اللي حيلته الجاموسه ولا البقره اللي فيها شويه لبن لعياله هو ده راس ماله. انت تاخد عينه وما تاذيش الجاموسه. الجاموسه بتاعته لو عيانه هو عنده يعيا ويمرض كده، بس يشوف جاموسه سليمه قدامه. البهيمه اللي بياكل منها عيش وبيغمس منها هو وعياله، الكلام ده هيفهموه الفلاحين اهاليه وبتساعده في الارض، هي راس ماله. هو راس مال الفلاح ايه؟ الجاموسه، البقر، العجل اللي مربيه، هم دول هو هيعمل ايه؟ القراطين اللي بيزرعهم، والجاموسه اللي ولا الجاموسه ولا البقره اللي تجيب منها شويه لبن للعيال وهو شغال، هيعمل ايه يعني الرب؟ طيب لما تخش عليه بقى انت بالسلاح وتاخد ده، طبعا الشرطه مش مطالبه، الكلام ده مهم يا جماعه، الشرطه مش مطالبه تمشي ورا كل واحد تعين ولا كل واحد شرطي، توقف لك امين شرطه ولا توقف لك عسكري وراك يحرسك. مش مطالبه الشرطه تعين على كل بيت غفير ولا كل غيط تحط لك حراسه ولا كل جاموسه بقى تقول لك كل زريبه هتعين عليها واحد، لا مش هينفع الكلام ده يا جماعه. يعني لازم نتعاون مع الشرطه ونتعاون مع البلد في حفظ الامن، لازم يبقى فيه وعي امني للمواطنين مع الشرطه. انا كمان بطالب بقى السرقات اللي بالاكراه بالمنظر ده، ويقول لك انت على الدايري وانت ماشي على الدايري او ماشي في الطريق يطلعوا عليك يقول لك بص يا باشا الكاوتش اتخرم، الكاوتش بتاعك مش عارف ايه، قدامك زيت ما تمشيش، اركن مش عارف ايه، ويثبتوك ياخدوا منك العربيه، التكاتك اللي بتطلع تتاخد منك يشممك وياخد التكاتك. يا جماعه لابد من تشديد العقوبه على هؤلاء المطاريد وهؤلاء اللصوص اللي هم بيشيعوا الفزع لدى المواطنين. احنا حاله الامن بقت حاله مستقره جدا والحمد لله، والناس حاسه بده وده كويس جدا، بيساعد الناس لو يساعد حاله الاستقرار. انا مثل هذه الحوادث الفرديه انا مش عايز احمل الشرطه لوحدها المسؤوليه يا جماعه، اصل انت كل حاجه هترميها على الشرطه على الشرطه على الشرطه. طيب انت فين؟ اين مراكز البحوث الاجتماعيه؟ انا عايز مراكز البحوث الاجتماعيه ومراكز البحوث الاقتصاديه ومراكز الدراسات والبحوث السياسيه ترصد هذه الظواهر وتحلل لي اسباب انتشار مثل هذه الجرائم بالشكل ده. شوفها اسباب اقتصاديه، هل الناس دي بتسرق عشان ايه؟ تحط لنا حلول يا جماعه. ما هو اطلع لي لما يطلعوا دلوقتي هما كانوا موجودين، لكن انت تطلع دلوقتي السرقه بالاكراه والموضوع ده وحاله الفزع اللي بقت عند الناس. الحاجة التانية دي حاجة، الحاجة التانية ان حال الاعلام، حال الاعلام بتاعنا، والله حال الاعلام بتاعنا، واحنا ناقشنا الحلقة اللي فاتت عن مطلوب تجديد الخطاب الاعلامي، وهل الاعلام متهم جاني ام مجني عليه، وايه المطلوب في الاعلام. انا والله انا وانا داخل مدينه كده صعبان عليا حال مدينه الانتاج الاعلامي. القنوات كتيره موجوده والناس موجوده والخطاب بقى يعني الخطاب الاعلامي، طيب الخلل فين يا جماعه؟ المدينه كانت فيها حوالي ايه، والمسلسلات كانت بتتعمل والدنيا كانت فيها حاله رواج، الناس كلها بتاكل عيش. ما هي الدوله تحط ضوابط، الدوله مطلوب من الدوله ان هي تحط ضوابط، وما بقولش الاعلام مفيش حريه مفرطه، مفيش حريه كده مفيش حد يعمل اللي هو عايزه يعني يا جماعه، لا. بس مساله ان مدينه الانتاج الاعلامي لما اتفتحت، برضو ما حدش يفهمني غلط والله العظيم، مدينه الانتاج الاعلامي لما اتفتحت فتحت بيوت ناس كتير قوي. المسلسلات اللي كانت بتتعمل في المدينه والافلام اللي كانت بتتعمل واماكن التصوير والقاهره القديمه والاسكندريه واماكن والاستديوهات القديمه كنت تخش كده تلاقي الدنيا يعني بقى كل دول كان بياكل عيش، كل دول بياكل عيش. انت دلوقتي حجم انتاج المسلسلات 14 15 20 مسلسل مثلا، كان بيبقى 70 80 مسلسل. شوف بقى كم 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 ناس كم 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 مشاهد
واعتقد ان ده دور مصر. ما بين التاج الاعلامي لما 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 طلعت وكان حاله الزخم وحاله الرواج، ده بيؤكد دور مصر الثقافي، لانه مصر، مصر يا جماعه الكبيره، مصر كبيره المنطقه، كبيره الامه العربيه، دور مصر الثقافي والريادي، لان الثقافه والاعلام والدراما هي من الادوات والقوى الناعمه اللي توظف امكانيات مصر وتعلي وتدعم من قدره مصر ودعم موقف مصر في المنطقه وقوه مصر. احنا يا جماعه نامل، لانه 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 انا بتكلم ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه انه التغييرات في الاعلام والصحافه لماذا تاخرت؟ ايه اللي مأخرها؟ تغييرات اعلان التشكيل، تشكيل الهيئات الثلاثة، المجلس الأعلى للإعلام، تنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، واللي هيتبعها تغييرات في قيادات ورؤساء تحرير الصحف في المؤسسات الصحفية القومية، ثم قيادات التلفزيون المصري. إيه اللي أخرها؟ كنا بنقول خلال ساعات المرة اللي فاتت وقلنا مش عارفين إيه اللي أخرها لحد وقتنا هذا. ده يا جماعة هذا التأخير يعني عامل حاله من اللغط في السوق، في الشارع، وعامل حاله من اللغط والجدل اللي مش كويس. يعني في ايه؟ كل واحد بقى يطلق العنان لخياله كده، يقوم براحته ايه يقول لك اصل كذا، اصل في مش عارف، اصل ايه، اصل فلان، اصل مش عارف، اصل ايه. طيب احنا بنتمنى ايه؟ نتمنى يبقى فيه سرعه في البت في هذه التشكيلات وهذه حتى يستقيم الخطاب الاعلامي ويستقيم دور الاعلام ونصلح اذا كان في الثوب ثقوب نصلحها، اذا كان هناك ما يحتاج الى الاصلاح والتغيير نصلحه الى الاحسن لصالح البلد، عشان التحديات اللي بتمر بيها البلد، تحديات داخليه وتحديات خارجيه اللي بتمر بيها بلد. الحاجة التالتة اللي أنا بتكلم عليها، وهي الناس بتتكلم دلوقتي على الـ 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 الأسعار، الأسعار ولعت والناس تعبانة. طب يا جماعة إيه البديل؟ البديل انك تشتغل. كلموا عن المشروعات الصغيره والمتوسطه، وفي حمله بيقودها دلوقتي جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هو كان اسمه الصندوق الاجتماعي، اللي بترأسه المصرفيه القادره نيفين جامع، وعامله شغل كويس جدا. واعتقد ان صوره الصندوق الاجتماعي زمان اللي كانت في بخيله الناس، لا، الصوره الان ايجابيه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأي حد يروح الجهاز جاهز للتمويل وجاهز للتسويق وجاهز بدراسات الجدوى، وفعلا بدأ يشتغل. حالة الإحباط اللي عند الناس بقى وعند الشباب اللي هم قاعدين على القهاوي بيستنوا شغل دلوقتي، أولا يا جماعة مفيش شغل حكومة بقى، عشان بس إيه برضو الحاجة اللي هي الحاجة التالتة اللي بتكلم عنها، كل ما تروح ولا تروح هنا تلقى يقول لك ايه شغال لي الواد مش عارف ايه، شغال لي الواد. طب يا جماعه ما انا ما في دي الشغل والله. طب يا جماعه ما يروح ياخد قرض ويعمل مشروع صغير، يعني ما يعمل اي حاجه يا جماعه، هو لازم يشتغل بالوظيفه؟ طب هي احنا ظروفنا كده، طب امكانياتنا كده، ما تروح تشتغل في المشروعات الجديده، ما تروح تشتغل يعني. طب ما مشروع جبل الدلاله والمشروعات الكبيره ديت ما هي فاتحه، ما في مشروعات، ما تروح تشتغل، ما فيش عمال، ده عايزين عمال. ده انا بتكلم، سمعت حد كده رجل اعمال بيتكلم بيقول لك احنا عندنا عجز في التخصصات، المصانع عايزه ناس، عايزه ناس تشتغل. لا، هو راجل بيه يتخرج من الجامعه وعايز يشتغل، يقعد على مكتب ياخد له 10 12000 وبيه ويجيب عربيه. طب يا جماعه ما انت لازم تشتغل ولازم تشقى ولازم تتعب. خلاص شغل الحكومه، الشغل الوظيفه الميري انساها بقى، اعتمد على نفسك. وانا والله العظيم بقول الكلام ده لنفسي، بقول الكلام ده للقريبين مني وقرايبي واهلي وكله،
يا باشا اعتمد على نفسك، انسى الوظيفه البيري بقى خلاص، ما تتمكش متعلق في حبال تاني، مفيش. الجهاز الاداري فيه 6 مليون، وانا اعرف ان في دراسات او في اتجاه كده انه محتاج 2 3 مليون بس. اذا كان في 6 مليون موظف، المطلوب 2 مليون او 2.5 مليون، والباقي زياده، الباقي اوفر زي ما بيقولوا يعني. فاعتقد يا جماعه نشتغل بقى شويه بقى يا جماعه، ودي بلدنا وربنا يعديها على خير. هات لي كده الاموال يا جماعه، كده الاموال وهي تحت محافظ البنك المركزي، بيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع قانون البنوك الجديد وتعديلاته. في مشروع حصل عليه جدل الايام اللي فاتت، بقاله سنتين هذا المشروع البنك المركزي بيعكف على اعداد هذا المشروع وتعديلاته، هيسهل عمل البنوك والمصارف والتعامل مع البنوك، يدعم الاطار الرقابي للبنك المركزي على حركه الاموال الموجوده داخل المجتمع، بما يضمن الا يتسرب اموال سوداء الى الجهاز المصرفي والى الدوله المصريه تستخدم في عمليات ارهاب وخلافه. سيعزز من دور البنوك في عمليه التنميه ودعم الاقتصاد الوطن. تعديلات مهمه جدا لهذا المشروع. بعد المشروع طبعا، المشروع القانون بعد ما وافق عليه بيعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هيروح طبعا بعد كده للبرلمان ليتم اقراره، ثم يعود بعد كده للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. لكن هو كان طارق عامر محافظ البنك المركزي بيعرض هذا المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي من الاموال الاعلام الحرب، الاموال تصدر تبقى في السوق بكره ان شاء الله، هي معادها صدورها لحد لكن تبقى في السوق بكره، تطبع دلوقتي حاليا، هي اعلان الحرب على المحتكرين والتموين بتطرح اطنان من الخضروات والفاكهه بالمجمعات. وعكاشه اللي هو هشام عكاشه رئيس البنك الاهلي بيتكلم عن تواجد البنك الاهلي في الصين، وده مهم جدا، بيدعم عمليه التبادل التجاري بين القاهره وبكين. تعال بقى نروح لمجموعه من اخبار البنوك، انا مش عايز اطول عشان اطولت، لان هتكلم عن موضوع مهم جدا. لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي كمان في اجتماعها الأخير خلال العام الحالي قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية 16.75% بالنسبة للإيداع و 17.75% للإقراض. وكما قررت الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. بنك مصر كما اعلن رئيسه محمد الاتريبي عن ان البنك يركز على ملفين مهمين خلال هذا العام او العام المقبل. اولهما المشروعات الصغيره والمتوسطه كنا بنتكلم عنها ومتناهيه الصغر. وصلت محفظه البنك كبنك مصر الى 14 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه من سنتين. الملف الثاني هو ملف الدفع الالكتروني، حيث يقوم البنك بطرح العديد من المنتجات في مجال الدفع الالكتروني لاهميته في تشجيع الشمول المالي والوصول الى العملاء لتقديم الخدمات الماليه. البنك الاهلي بيستعد لاطلاق البنك الاهلي المصري بيستعد لاطلاق منظومه الدفع الوطنيه تحت اسم ميزه خلال الفتره المقبله بعد الانتهاء من الاجراءات اللازمه والاعلان عنها بشكل رسمي من قبل البنك المركزي. الرئيس التنفيذي للتجزئه المصرفيه في البنك علاء فاروق البنك الاهلي قال ان مصرفه انهى معظم استعدادات اطلاق البطاقه الجديده منذ شهرين، ويضع حاليا بعض اللمسات النهائيه عليها، موضحا انه سيتم طرح ما لا يقل عن 500,000 بطاقه. طيب مشكله بنك اسكندريه يا جماعه، بنك اسكندريه واحنا تبنينا هذا الموضوع، موضوع بنك اسكندريه، الجماعه اللي هم كان لهم صندوق العاملين في البنك اسكندريه اللي هم دفعه 2016 اللي طلعوا معاش ورفض البنك صرف مستحقاته. اتكلمنا في الموضوع ده كتير، وقلنا ان الجهات الرقابيه تحركت وعلى راسها البنك المركزي، ويولي هذا الملف
أهمية كبيرة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وانه كان في زي ما قلنا قبل كده وحسب معلوماتنا انه الرقابه الاداريه والبنك المركزي كانوا في البنك للوقوف على حقيقه هذا الموضوع بالنسبه لهذا الملف. وقلنا يعني ان حقوق العاملين، انت بعت البنك الايطالي للايطاليين اللي هو بنك اسكندريه سان باولو، مجموعه سان باولو للمصرفيه، المفروض كنت تحافظ على حقوق العماله. حقوق العماله دلوقتي في يعني المفروض يبقى فيه اطار. اخر حاجه وصلنا لها في البنك انه البنك المركزي اللي عرفته يعني القى بالملف كله في ملعب نقابه العاملين بالبنك بنك اسكندريه. والسؤال الان، هل تعمل نقابه العاملين في اي بنك، في اي جهه، في اي مؤسسه لصالح العاملين بالفعل؟ هل النقابات العمالية الآن في أي مؤسسة تعمل لصالح العاملين؟ عايزين نسمع من الأستاذ عادل حسين، أحد ضحايا اللي طلعوا، الناس اللي طلعوا على المعاش وما خدوش مستحقاتهم. المشكلة وصلت فين، لحد فين دلوقتي يا أستاذ عادل؟ أستاذ عادل، ألو ألو، أيوة مساء الخير أستاذ ناجي. مساء النور. المشكلة وصلت لحد فين؟ والله احنا لغايه دلوقتي بعد ما واجهنا الجهات السياديه كلها بالشكاوي اللي قدمناها للمجلس، لرئاسه الجمهوريه، مجلس الوزراء، النائب العام، الرقابه الاداريه، محافظ البنك المركزي، جواب للسفاره بتاعت ايطاليا في القاهره هنا. طيب انتوا خاطبتوا السفاره يعني؟ خاطبنا السفاره، زميل بعت رساله شكوى. الرساله على الهواء، هي موجوده على الهواء. لغايه دلوقتي اداره البنك، انا مش عارف، اولا المبالغ اللي احنا بنطالب بيها دي حقنا اللي هم خصموها مننا 35 سنه خدمه في البنك وبياخدوا مننا اشتراكات. ليه لما نخرج يقولوا لنا ما فيش؟ احنا ذنبنا ايه؟ طب النقابه بتاعتكم عملت ايه يا استاذ عادل؟ النقابه بتاعتنا عملت، النقابه عملت، الرئيس السابق للنقابه حاول يصفي الصندوق وينهيه وياخد توقيعات من الموظفين بتصفية الصندوق بناء على رغبة الإدارة. وجاءوا الإدارة البنك حددت مبلغ رصدته للتصفية 44 مليون جنيه. ده باعتراف رئيس النقابة أحمد عز السابق. طب الراجل الحالي بقى؟ حوالي 65% من الزملاء بالموافقة. طب الرئيس النقابة الحالي ملوش دور في حل الأزمة دي؟ رئيس النقابة الحالي بياخد تعليمات، رئيس النقابة الحالي بياخد تعليماته، وكل ما يدور في النقابة ده أحمد عز نفسه هو اللي بيدير النقابة. لا بس ملوش أي صفة. لا يا أستاذ عادل، يا أستاذ عادل اسمه لا لا لا، ده اتهام، ده اتهام من جانبك لرئيس النقابة. يبقى من حق رئيس النقابة العاملين في بنك اسكندرية يرد يقول لنا عمل إيه في هذا الملف ويرد على كلامك ده يا أستاذ عادل. لأن إدارة البنك بتتهمه ان هم مسؤولين عن الصندوق، برغم ان اداره البنك هي اللي كانت بتخصم طيب مننا الاشتراك الشهري. طب خلاص النقابة. يبقى اذا الكره في ملعب النقابه حضرتك دلوقتي واداره البنك؟ الكره الان في ملعب النقابه يا استاذ عادل؟ ايوه، النقابه دورها، النقابه ليها حساب واحد يا استاذ ناجد، واحد بس الجهاز المركزي بيشرف عليه، اسمه حساب العاملين اللجنه النقابيه بنشاط العاملين لبنك اسكندريه. ده رصيده مليون جنيه. وقبل كده بتاع النقابه قال لي انا ما عنديش فلوس اديها لكم، اديكم مستحقاتكم منين؟ انا ما عنديش غير مليون جنيه. وفلوسكم وحساباتكم مع البنك نفسه اللي كان بيخصم منكم. تمام. تمام، رسالتك وصلت، رسالتك وصلت. اشكرك استاذ عادل حسين، احد ضحايا المحالين للمعاش في بنك اسكندريه اللي ما خدوش مستحقاتهم. طب يروحوا لمين؟ الرد مكفول لرئيس نقابة العاملين ببنك اسكندرية، حق الرد مكفول ليك، ولازم تطلع تقول لنا انت عملت ايه لزمايلك. انت نقابة عاملين مش نقابة البنك، مش نقابة مجلس ادارة البنك وادارة البنك. لما عامل يحصل له حاجة، يا ايها النقابات العمالية، لما عامل يحصل له حاجة تقفوا جنبه، مفروض تقفوا جنبه مش تقفوا جنب الادارة. طيب، لله الامر من قبل ومن بعد. المقابر
الموتى، حرمة الموتى يا جماعة، حرمة الموتى. الميت ده له حرمة. مقابر، ماذا حدث في مقابر شبرا الخيمة، في مقابر منطقة من أنا قبل الهوا كلمني حد وبعت لي فيديوهات وكلموني كتير جدا من منطقة شبرا الخيمة، منطقة مقابر منطي، حتة اسمها منطي جنب النبيومي في شبرا الخيمة. منطي ساعتها هي ايه، مثلث كده اسمه مثلث الرعب بالنسبه لي انا الحته دي. بيقول لك منطي وبجام اهي على الشاشه اهي يا جماعه، منطي وبجام وام بيومي، ثلاث حتت كده معروفين في شبرا الخيمه على الدايري كده. المقابر في منطي يا جماعه، ماذا فعل الصرف الصحي والمجاري في المقابر والجثث اللي اتحللت والعظم اللي يا ولده يخش يدفنوا حد، رايحين يدفنوا واحد. طيب انا معايا حد بقى عشان انا مش بصوا يا جماعه، هل من مسؤول معانا الاستاذ محمد هادي من احد سكان المنطقه ومن من اهالي منطي، ايه المشكله بالظبط يا حاج محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت يا باشا دلوقتي موضوع الصرف المجاري دوت بيضرب في المقابر في التراب باين على الشاشه، ازيد من متر حضرتك ماشي، الجثث كلها اتحللت، الميتين كلهم اتحللوا، مفيش اي عظم لاقيينه، ومفيش اي حاجه لاقيينها، وما حياته لما انت نادي ولا مجلس المدينه ولا مجلس ولا حتى عنده مجلس نواب ولا حد بيسال فينا خالص، ده الصحفيه صورت من قيمه يومين ولا اي حد رد عليها ولا الاحياء حتى ردوا علينا، ولا مجلس المدينه ولا مجلس المحلي ولا اي حد. طب انتوا ما عملتوش شكوى لحد المجلس المدينه؟ عملنا شكاوي بعدد شعر راسنا، المجال دي ده مجهود ذاتي، ليه الحكومه ما تجيش تقدم في ال 68 متر ولا ال 78 متر دول ويعملوا ماسوره صرف ليهم؟ ليه؟ نروح ندفن الميت بتاعنا ندفنه فين؟ في الصحراء ولا نولع فيه زي الهنود؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه حضرتك؟ واحنا مش لاقيين حد يرد علينا، مش لاقيين مسؤول يرد علينا. انا منك انت وحضرتك يا استاذ محمد، رسالتك وصلت والصور على الصوره اهي، الصور موجوده يا جماعه. يا ريت حضرتك تناشد المسؤولين في شبرا الخيمه مركز الديوك. يا حاج محمد اتمنى محافظ، اتمنى يكون محافظ الجمهوريه المحترم سمعنا دلوقتي رئيس مجلس المدينه بتاع شبرا الخيمه يكون سامعنا، ما يردش معاك نياب البرلمان يا جماعه الموجودين في شبرا الخيمه، مش حد ما نعرفش اساميهم، ما نعرفش حضرتك اساميهم ايه؟ نياب البرلمان ما نعرفش اسمه. والله في حد في شبرا الخيمه نائبه محترمه اسمها ثريا الشيخ، يعني اعتقد اتمنى تكوني يا استاذه ثريا الدايره تكون تبعك وتكوني سامعانا النائبه المحترمه ثريا الشيخ والمتحدث باسم البرلمان الدكتور النائب المحترم الدكتور صلاح حسن الله يكون سامعنا. حسن الله دي دايره غير الدايره، دي دايره حضرتك غير الدايره، هو دي دايره غير الدايره عموما، بس هو مسؤول عن شبرا الخيمه، ده نواب الشعب. ايوه ايوه حضرتك هو نائب الشعب يعني. لا هو راجل محترم وعلى عينه وعلى راسه، دايره غير الدايره. طيب رسالتك وصلت يا ريس، اتمنى اشكرك استاذ محمد هادي. يا جماعه احنا بنتكلم على حرمه الموتى، طب الاحياء اللي معمول فينا ماشي نتحمل، ده بلدنا، بس اللي مات ده الميت اللي مات ده يا جماعه في ايه؟ يا جماعه نقول ايه طيب؟ نقول ايه بقى في المسؤولين يعني؟ نتمنى يكون المحافظ سمعنا، يكون المسؤولين عن شبرا الخيمه والمقابر دي سامعنا، النواب يكونوا سامعنا، حد يكون سامعنا، هو في واحد بس سامعنا والله العظيم، ربنا. عند ربنا مش عارفش لما تقف قدام ربنا هتقولوا له ايه على المنظر بتاع المقابر دي واللي حصل فيه. بس اتمنى كله سامعنا. هنطلع فاصل ونرجع على الفاصل نتكلم في قضية تهم كل بيت في مصر، هي قضية الدولة المصرية، قضية مصر الآن، التعليم ما له وما عليه، هل مشروع التعليم الجديد، مشروع تطوير التعليم الجديد بانت بشايله الخير يعني، ما له وما عليه، هل هو مشروع فنكوش زي ما بيقولوا؟ ولا مشروع حقيقي فعلا وهيطور وهينقلنا نقله منظومه التعليم نقله ثانيه، نقله حضاريه تنتقل بالبلد، لانه بدون التعليم لن يكون هناك بلد تعليم.
التعليم يا جماعه، التعليم ثم التعليم ثم التعليم. نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن حال التعليم في مصر، ما تروحوش في حته تانيه.